انا كان لي قاعده طويله مع سي احمد نجيب الشابي لمده ساعتين في تقريبا من شهرين في التالي ولا حاجه، وقلت له فيها اللي معناها للتوجه معناها سواء الحزب الديمقراطي القادم وخاصه الجمهوري، انا شخصيا ماهوش عاجبني، فسبته وفسرت له علاش، لانه اليوم الحزب معناها الحزب الذي يحاول تكوينه الجمهوري ما هو الا خطوه، راهو مش بالكم الجمهوري هذا خطوه نحو جمع اكثر احزاب، والهدف نتاع التجميع هذا انا وقلت كما نعاود هذا يشبه السفينه نوح من كل زوجان اثنين، معناها تجيب العباد الكل على شرط واحد وانهم يكونوا معا لاسقاط النهضه، وهذا غير ناجح. هذا الخط الجمهوري اليوم هذا الخط ماشي فيه، خاطر اليوم انا قلت لك هذه في اعتقادي، وانه ثم التجليد باش يدخل بعد قبل شهر ولا حاجه واحسب اخرى، لكن خط الجمهوري اليوم هو ما عندي اسقاط النهر. هذا هذا لو كونستا ف لانه من بين الحاجات التي تقال وانها الانتخابات وحدها لا تغطي الشرعيه. فهذا هذا شخصيا انا شخصيا يؤلمني جدا، لانه في عهد بن علي كنا ننظر من اجل حاجه واحده، من اجل الانتخابات. وكي تبدا عندك حريه الراي وحريه الانتخابات والديمقراطيه تنجم تقترح البرنامج اللي تحب عليه والناس يصوتوا لك ولا ما يصوتولكش. الشرعيه نتاعك البرنامج نتاعك باش يطبق ولا ما يطبقش فقط تجي من الانتخابات. لا اعتقد، لا اعتقد انه هناك في المعارضه قدره على بناء اولا بناء احزاب كبيره، وثانيا بناء دوله. وانا اعتقد وانه التيار الاصلاحي هذا اليوم سيحاول ان يوجه الديمقراطية القادمة الى وجهه تخلي الناس تجيه، وثم ناس ياسر اتصلوا بنا على اساس عندهم امل كبير جدا. وضحت الفكره وتتبعوا لقاء باش تعملوه سيد احمد بوعزي الجناح الاصلاحي في البي دي